الخير عليكم اعزائي المشاهدين في النشره الجويه. ندوزو نشوفوا احوال الطقس لليوم ان شاء الله. كما راكم تشوفوا الحاله راهو سخون بزاف على كامل الولايات الجزائريه، راح نسجلوا برك بعض الغيوم خفيفه من جهه تلمسان، اما بالنسبه للجنوب من جهه تمنراست راح تكون فيها كثيفه. ندوزو نشوفوا درجه الحراره وين نسجلوا أدنى مقياس من جهة عنابة سكيكدا وكذلك من جهة وهران ومستغانم ب 30 درجة، أما أقصى درجة نسجلوها في أقصى الجنوب بعين صالح ب 49 درجة، أما باقي الولايات نسجلوا 31 ببجاية وتيزي وزو، 33 بالعاصمة كذلك بالمدية 33 درجة، 34 من جهة تلمسان، 36 بالبيض، 43 ببشار، 44 تندوف، 46 بورقلة و 47 بإليزي، 40 بتمنراست. هادو كانوا درجة الحرارة. نخليكم مع غروب الشمس للجزائر العاصمة وضواحيها. تهلاو في روحتكم، بقى على خير.